نشاهد في الكثير من الأفلام الهوليوودية والبرامج التلفزيونية مواقف تعكس الواقع الأمريكي. ففي القارة المليئة بالغابات التي تحيط بالمناطق السكنية والمتنزهات، كثيراً ما نرى الحيوانات البرية وهي تهاجم المدنيين. لكن هذه القصة تحديداً فاقت كل التوقعات بعد أن طاردت لبوة شاباً أمريكياً لمدة 6 دقائق بينما يقوم هو بتصويرها. بينما كان كايل بيرجس ينهي روتين الجري اليومي الذي يقوم به في أحد المتنزهات العامة، فوجئ بظهور شبل من بين الأشجار. بدأ بالتحديق به ولم يدرك كايل ما هو تحديداً نظراً لوجود مسافة بينهما، فما كان منه إلا أن أخرج هاتفه وبدأ بالتصوير. ما لم يكن في الحسبان هو ما حدث بعد ذلك، فقررت أم الشبل بالظهور لكايل الذي أدرك حينها أنه في مواجهة شبل وأمه التي على ما يبدو كانت تستعد للدفاع عن ابنها، معتبرة أنه في خطر بسبب وجود كايل، لتبدأ مطاردة طالت 6 دقائق وأوقفت قلب كايل ومتابعيه، وجعلت الفيديو من أكثر الفيديوهات تداولاً عبر موقع تويتر. لكن ما زاد انتشار الفيديو أيضاً هو تساؤل رواد السوشيال ميديا، لماذا كان يقوم كايل بإلهاء نفسه بالتصوير بدلاً من الجري بأقصى سرعة؟ وما زاد مقطع الفيديو كوميديا هو صراخ كايل الذي استمر طوال الفيديو تجاه اللبوة وكأنه يخيفها تارة ثم يطالبها بالرحيل متوسلا تارة أخرى. دعونا نتابع الفيديو. Go away! Go away! Please go away! Go away! I'm big and scary. You're a good little kitty cat. Go get your babies. I'm not coming back down, I promise. Go away! No! No! Stupid kitty cat. Yeah, get away from me. يعني ما بعرف إذا مسكين أو مجنون. هذا الفيديو العجيب تصدر مواقع التواصل الاجتماعي عالمياً وحاز على مئات ألاف المشاهدات في ساعات معدودة، خاصة عبر موقع تويتر. اخترنا لكم بعض التعليقات، البداية من تمارا الذي علقت: قاعد يقول ها ويخوفها وهي لو عضته عضة واحدة ممكن تنهي أكيد. بينما علقة هاني دي بقالها بيقول لها هش هش ايه يا عم انت فاكرها قطة بلدي ولا ايه، اجري يا اسطى. اما هدى فعلقت ايضا تصرفه صح انه يمشي وهو مقابله وما اعطاه ظهره والمشي بهدوء، لانه الحيوان المفترس لتعطيه ظهرك او تورجيه الذعر رح يهجم عليك ممكن. اما كرم فقال انه مور والاسود تكون اكثر حذرا لما يكون اللقاء وجها لوجه، يعني إذا لقيت نفسك بنفس الموقف لا تصرخ ولا تعطيهم ظهرك. هي كانت بتدافع عن ابنها ومنطقتها فقط، والرجل شجاع ولولا أنه هادئ كان راح فيها. حلوة النظرية.